اكتر. طيب احنا هنشوف مع حضراتكم حواديت الفراعنه، ونشوف معاكم منورنا النهارده في حواديت الفراعنه ومن تاريخنا العظيم من الاف السنين، جلاله الملك اوناس. الملك أوناس، الملك أوناس أو ونيس، كان آخر ملوك الأسرة الخامسة، وكان أول ملك في الأسرة يخلو اسمه من كلمة رع. وعلى الرغم من ذلك فقد لقب بابن رع كأسلافه من الملوك، وهو أول ملك في مصر نقشت في حجرة دفنه نصوص أطلق عليها نصوص الأهرام أو متون الأهرام، وهي عبارة عن تعاويذ وصلوات وطقوس دينية مختلفة تم اختيارها بواسطة الكهنة، والهدف منها هو ضمان السعادة الأبدية في الحياة الثانية بعد الموت. وبلغ عدد تلك النصوص في هرم ونيس ما يقرب من 228 تعويذة. حكم الملك ونيس مصر ما يقرب من 33 عاما، أي من الفترة 2356 قبل الميلاد إلى 2323 قبل الميلاد. أما عن هرم الملك ونيس فكان يبلغ ارتفاعه حوالي 44 مترا، أصبح الآن 19 مترا فقط، وطول ضلع قاعدته المربعة حوالي 67 مترا. يتميز الطريق الصاعد في المجموعة الهرمية للملك ونيس بأن جدرانه منقوشة بمناظر مختلفة، منها ما يمثل حامل القرابين، ومنها ما يمثل أسطولا من السفن، وبعضها يمثل جماعة أنهكهم الجوع، ومنها ما يمثل الزراعة والحصاد. بموت الملك ونيس انتهت الأسرة الخامسة، وإن لم تترك لنا أهراما ضخمة مثل أهرام الأسرة الرابعة، إلا أنها تركت لنا ثروة لغوية تمثلت في نصوص الأهرام المنحوتة على قبر الملك ونيس، هذا بجانب مناظر الحياة اليومية الممثلة على جدران مقابر كبار رجال الدولة. ومن تاريخ عظيم إلى واقع عظيم نصنعه بأياد مصرية، ونكمل رسمة التاريخ ونكمل بناء الحضارة.